ما علمنا رسميا بعد التمديد، ولا حتى ناقشنا ضرورة التمديد من قلتو به. نعتبره بعد أن ممدد نظرا لأمور موضوعية وطيناها مبرراتها في حينها. أما الآن حتى الآن ما فهم مبررات، مثل ما فهم طرح حتى قضية التمديد. سمعناها عند بعض من الناس يقول احنا بادي معنيين بالقضية، ما بثنا طرحناها بيناتهم ولا بثنا تداولناها. طيب، من بين التبريرات التي قدمت للتمديد الأخير الجانب المتعلق بالمطالب التي تقدمت بها بعض الأطراف وأيضا النقاشات والمحاور، هل يشي هذا وحتى الآن يتم الحديث عن التمديد وليست هناك بوادر له بأن يعني النقاشات وصلت نهايتها؟ بما يتعلق بهذه المواضيع اللي نبت أهميتها وتتعلق بمصير دولة وكلها عنده فيها أطروحته، وأحيانا تتعارض وتتناقض الأطروحات فيها، النقاش فيها دائما يطول ويطول إلا أعلن مده مستوى معين من النضج. تعرف بعلن خالق ذاك اللي حقيقة قد توصل له، وخالق ذاك اللي ما هي قادة توصل له ذاك وترجئه إلى حين تعود فم ظروف أخرى اللي هي تعود متاحة لها. ظاهر اللي بعد هذا اللي بتنجينا عليه الأسبوعين الأولين بالإضافة على التمديدين الاثنين، أعلننا ما نقدر نقوله أعلننا أشبعنا كل شيء نقاش، غير جينا على الأساسي في النقاط كلها. واعتبر بعدني لا عاد ما نفهم حتى الرقاش ظاهر له بعد انه قد يعود، ظاهر له بعد فهم بعض من الامور ما فات انطرحت. يبدو لي بعلنا صراحه نقدر نعود لا وصلنا الى نهايه العمل على مستوى الورشات، وانا اللي قد يعود مازال مطروح ان كل صراحه لا الى عاد قضيه الصياغه به تتطلب وقت، تتطلب ملي توافق بين الاطراف في ذيك الامور اللي انطرحت، وهذه قد يقبض وقت بكل صراحه. اما بما يتعلق بالنقاشات على مستوى الورشات يبدو لي بعلنا حتى الان ما شفنا بقى مبررها تمديد. طيب، وانطلاقا من النقاشات يعني إلى أي حد تبلورت المخرجات يعني بشكل عام؟ المخرجات بشكل عام ما يقدر يجاج يتكلم عنها في الحين حتى تعود فهم صياغة ولو أولية به اللي عود ذاك استباق الذي قالوا الأحداث، وعود مولي قراءة شخصية للأمور، وحين نختم نعود لا معدن قراءة ان كاملين لهذا اللي بدنا نعود تداولناه وناقشناه، وراجين بعد انه يعود اللي خلق فيه تقارب وجهات النظر اللي قد يمكن ان نعود مخرجات ذاك الحوار اللي تعود مخرجات الناس كامله ولا هي لجماعه عن جماعه. طيب، هناك جوانب يعني طغت على النقاشات، أخذت يعني طابعا أكبر من مواضيع أخرى. نتحدث عن الشق السياسي الدستوري، خصوصا ما يتعلق منه بمأموريات الرئيس. كانت هناك مطالب بمأمورية ثالثة. أنتم ككتلة يعني معارضة محاورة، إلى أي حد يعني يثير هذا بالنسبة لكم مخاوف، أم أنكم تتبنونه كطرح عادي كما يتبنى الطرف الآخر الأغلبية؟ أنا أذكر أني كنت من بين الرؤساء اللي كان لهم شرف أنهم ترأسوا الورشة اللي تتعلق بالإصلاحات الدستورية، وبعد 3 أيام من النقاش كنا لم نتجاوز بعد نقطتين هي ذي اللي قالها السن وهذا اللي قال له نائب الرئيس. ولما وصلت إلى القاعة خلق جدل حول قضية المأموريات حول قضية السن وتوازيهم في النقاش حسب بعض من ذيك الناس الذكية، وأعطانا مولانا قدرنا نتجاوز ذيك القضية الذكية بإرجاء ذيك القضية الذكية إلى حين ترجع الذي قال لها لجنة الإشراف، على أساس أن فم مسألتين يا الله يعامل مع واحدة منهم. واحدة بعد انه النقطة اللي تتعلق والله ذل اللي يتعلق بالمأموريات ما هو مطروح به اللي ما هو بجدول الأعمال، وبكل صراحة ما هو في الإطار الورق ذل اللي قال لخارج الطريق اللي كانت بيناتنا. أما أعلن هم اللي مرد وانطرحت وترجع إن تجبر لجنة الإشراف وتتناولها إلى عاد شايفة ضرورة بعدها تنطرح وإلى ما ذاك تعود مادة ما خسرت وقتها في نقاش نقطة واحدة ما لها منها. لكن لماذا إرجاءها؟ لماذا لا تلغى ما دامت لا لا ليست على جدول الأعمال يعني؟ من الناحية الرسمية وياك نعود واضحين،
هذا اللي قالوا الاتحاد من اجل الجمهوريه، هذه القضيه اللي هي ما هي في الورقه اللي قدم اطلاقا، ما في قضيه مأموريات، هي احيانا طرحها بعض من الناس اياك يبرر به موقف من السم. احنا ما نتبنى القضيه اللي هي يا غير ما نقدر ندخل الناس في في اختيار الكلمات اللي يلا تبرر بها مواقف معينه والله تقنع بها. المهم عندنا هو بعد ما نعتبره شنو هو بعد القضيه ما هي مطروحه، وعلى انها ما يلا تتناول، وعلى ان قطعا على ان ما نختيروها تنطرح. يا غير ما اللي ظاهر انه بعد ان ما دام رموز الاتحاد من اجل الجمهوريه، ما دام ذيك اللي قالوا احزاب الاغلبيه حتى ما هم متبنيين طرح قضيه المأمورية الثالثه، وعلى ان الورقه اللي قدمت لنا ما فيها مأمورية ثالثه، نعتبر بعد ان هذه مساله طرحها رقاش والله طرحوها رقاجين، وتقعد تعود من باب مثل اضافات بعض من الناس يختارها تنطرح اياك تطغى على بعض من الامور. يا انا اعتبر بان ما طغت على الحوار، وعلى ان الناس اللي منها تدخل كان ضد طرح القضيه اللي هي من الاحزاب الاخرى، وعلى انها الى فاتنين شذ رقاج طرحها، على انها ما لابد منها تعود صراحه مقبوله كاساس، وعلى ان نعود حقيقه معدلين من الحبه قبه. طيب في هذا الإطار أيضا هناك تصريحات للناطق الرسمي باسم الحكومة متتالية اعتبرها الطرف المعارض سواء المقاطع أو المشارك، اعتبرها وما يجري داخل قصر المؤتمرات بأنه ربما توجه عام ينساق باتجاه يعني تمديد المأمورية وغير ذلك. بالنسبة لتصريحات الناطق باسم الحكومة، ما موقفكم منها؟ تصريحات لم تأتي في وقتها ولا مبرر لها، وقلنا بعلنا بكل صراحة اللي ندوره ذاك اللي يخدم نجاح ذا الحوار اللي هو، لا سيما بعلنا ذا اللي قالوا الناطق باسم الحكومة يعتبر مصدر رسمي. إلا أعلن المتحاور معانا يسوى كان ذاك اللي مشرف على الحوار، ويسوى كان رئيس الجمهورية اللي معنا، ويسوى كان هذه الناس اللي في أحزاب سياسية، يقولون بعلن ذا الراجل اللي هو ذا اللي يقول لا يلزمه الا هو. هذا من ناحيه احنا فعلا نقدر نعود مشمئزين من لكن هو هذا. حينما يتحدث لا يتحدث باسمه، يتحدث بصفة كبيرة تتمثل في النطق باسم الحكومة. هذا هو مكانته الرسميه. يا غير من رأي كان هذا تفوه منه هو، وعلى انه يختار يعبر عن مساله معينه وان كانت لا تتقاسم مع الاطراف، والله يكانوا جاي من جهة رسمية. اللي ظاهر لنا بعد انه حتى الان هذه مسائل شخصية ما تتعلق بالحكومة حتى الان. اللي ظاهر لنا اللي هو بعد ان المتحاور معانا مد حتى هي من نفسها مشمئزة من التصريحات اللي هي، ولا هي قابلة للتصريحات اللي هي، وما دام الامر ده هو نعتبره بعد انه فما خطأ، وانه يلا تصحح، وعلى انه هو يلا ينقال بعد انه يوفى من المراد اللي هي. يا غير ملي ما دامت فم نؤي انه هو في الاطار اللي هو، على ان احنا نقدر نعدل شغلتنا مع تنديدنا بذاك اللي قايم هو به، والثقه اللي متبادله بيناتنا على نحاول كان نصنوها ونواصل عملنا. انتم الى اي حد يعني اثارت تخوفا لديكم بشان المأموريات؟ بكل صراحه من شدنا الاخبار في القضيه اللي هي، واستساءلنا عن مبررات طرحها اللي قال لنا فيها بعلنا هذه ما هي موقف من لا من الاتحاد الشعبي الجمهوري ولا من الأغلبية ولا حتى من الرئيس رئيس الجمهورية. هذا يعني من قدم لكم الإجابات هنا؟ حقا قدمها فما. على كل حال الوزير الأمين العام للحكومة اللي هو مشرف على الحوار اللي هو، فما اللجنة والله أعضاء من اللجنة المشرفة واللي هي المنظمين للامور اللي هي، واللي احنا الشركاء معانا في القضيه. فبديك التصريحات اللي قال رئيس الجمهوريه واللي يقد يعود اجباره مع الافراد رؤساء الاحزاب السياسيه عبر لهم عن مثلا عن نؤي عن الميلاد اللي هي، وعلى انه اللي فات اعطى التزامات حول القضيه اللي هي، وعلى انها هذه ما بما يتعلق بعد ان عمر قال والله زيد قال، هذا لا يلزم الا عمر او زيد به اللي حقيقه. ما دام ما هو موقف رسمي لا من الحكومه ولا موقف رسمي ولا من حزب، انا نعتبر بعلنا صراحه بعض من الامور قايلها عمر ولا قايلها زيد ويخليها رجال في الاطار اللي طيب يعني احد الاحزاب السياسيه المعارضه المشاركه في الحوار علق مشاركته، وحزب التحالف الشعبي التقدمي علق مشاركته بناء على تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومه المتتاليه. هناك حزب اخر ايضا يعني اصدر بيانا بهذا الشان.
يعني لماذا لا يوجد لديكم يعني موقف مشترك يعني ككتل معارضة مشاركة، أم أنكم ربما دخلتم من أبواب متفرقة ولا يمكن توحيد الموقف إزاء هذا الموضوع؟ الغريب هو بعلن الموقف واحد لدى كل الأطراف لدى الأحزاب المعارضة المشاركة في هذا الحوار، وهو بعلن أننا لا نتبنى طرح قضية مأمورية ثالثة. وحتى كان اللي لاحق خلاقاتنا بعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة يعود ما يتفوه بهذا النوع من الكلام، وإلا أعلن فم بعض من الناس وكلها عنده مواقف وكلها عنده تحاليل القضايا. يبدو لي بعلن فم بعض من الأحزاب السياسية اللي عدى البيانات به اللي لم يرجع او لم ينتظر على ان يكون فم اجبار بينات الناس كامله اللي تصدر نفس البيان. معناها ما دام فات احزاب سياسيه قدرت بيان، اللي كان بين اليدين هو بعلم مسائل اثنتين، واحده تعود للاحزاب السياسيه كامله اللي تعدل بياناتها وراه هو يفهم فيها بعلنها صراحه مصاع عن نفس الموقف، والله ملي ينتظر بأن يعدل بيان مشترك في القضيه اللي هي، الا على انه انين يعود فم بعض من المواقف لدى بعض من الناس، وما نقول تعجل يا غير على الاقل قلت الرجوع الى الاخرين يصبح حقيقه التعامل معه بالطريقه اللي هي هم عدلوا بيانهم، هم قاموا عندهم موقف معين، حتى بعلنهم الانسحاب عدلوه سابق يرجعوا علينا كأحزاب مشاركة للحوار. ممكن نعودوا مثلا إذا عنده مبرراته، إلا على أن صراحة ممكن نعودوا احنا نملك كأحزاب سياسية عندنا مواقفنا، صرحنا في الإذاعات، صرحنا في التلفزات، وظاهرنا بعلن أنه حسب ذيك الردود اللي عندنا عن القضية اللي هي بعلنها قد يعود بعض ماسي بعلنها ما هي كافية وعدل البيانات والله انسحب، والبعض ماسي أما بعلن أنتم مهم فقد المواقف. اقتنعتم يعني نحن بالتبريرات التي قدمت؟ اقتنعنا بعلنه بكل صراحة هذه فرقعة، وعلنا صراحة ما مجرفين ما لنا مجرفين ما هي ما لن تسبب انجراف ولن تسبب علينا حقيقة نعطوا من الحبة قبة، وقعد ما في مبرر لذلك الأمور اللي وهما عندهم قراءة أخرى ومبررة لهم، وإحنا على كل حال نعود الموقف نتقاسموا معاهم في قضية رفض القضية اللي هي، أما الطريقة اللي يعامل معها بها كلها عنده طريقته. طيب يعني في إطار دائما نقاشات يعني جلسات الحوار، النقاشات طالت، المداخلات كانت كثيرة يعني والفترة طويلة أيضا، هذا ما جعل يعني التقيد بجدول الأعمال من الصعب أن يتم إلزام كل المتدخلين والمشاركين بالتقيد به، لكن من ناحية أخرى إلى أي حد يعني ستلاحقون يعني الصيغة النهائية وتقارنونها تقارنون مدى مطابقتها ل يعني جدول الأعمال الذي هو متفق عليه حتى لا يتسرب ما ليس متفق عليه؟ احنا في اطار اداره الجلسات فم رئاسه مشتركه، رئاسه من الاغلبيه، رئيس من الاغلبيه ورئيس من المعارضه، المقررين فم مقرر من الاغلبيه ومقرر من المعارضه، المساهيل احيانا من الاغلبيه واحيانا من المعارضه. طبيعه الحال القاعه الناس المتواجده فيها من الاطراف كلها، معناها اعلن اللي معروف اعلن عندنا خارطه الطريق وهي اللي لكن تتناول الأطراف ليست هي متساوية في العدد في النهاية. الاطراف متساويه في العدد، ده هو اللي اصلا عندنا، هو عدد بعلن الاطراف المشاركين مطرح متساوي؟ 270 270، عدد هو الأطراف اطراف متساوي؟ الاطراف عدد الاطراف متساوي 270 معارضه و270 من الاغلبيه. معناها اعلن هذا كله جاي من اجل نقاش قضايا معينه، القضيه ما هي قضيه الاطراف قاع، حتى قضيه ما تتناوله لهذه الاطراف اللي هي من حديث حول خارطة الطريق. وذيك خلاصة ذيك الآراء، خلاصة ذيك الأطروحات اللي عند كل واحد هي اللي تعود اللي يعدل منه الملخص اللي يلا تجابر عليه مدة وتتفق على صياغته الأخيرة. وظاهر اللي بعد أنه حتى الآن لا يعود فيها إلا ذاك اللي توافقت عليه الناس، لا يعود فيها إلا ذاك اللي يقدر يعود هو اللي أنجز في خارطة الطريق. وهذا ما نتمناه وهذا ما نصب اليه، وظاهر لي بعد ما فاجأ اللي عكر ذيك الوضعيه اللي ذيك. طيب يعني حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم تقدم بوثيقتين للمشاركين في هذا الحوار يدعو من خلالهما إلى التأسيس لجمهورية ثالثة، يعني انطلاقا من هذه الوثائق وما تسعى إليه
إلى أي حد أنتم متفقون مع التأسيس لجمهورية ثالثة في موريتانيا؟ القضية المطروحة ما هي قضية كان متفقون أم لا، القضية هي يلا نعود عارفين بعد أن الحزب الجمهوري وكل حزب ثاني عنده الحق يطرح ذاك اللي ظاهر له بعد أنه أساسي ومصيري ومهم عنده. أما نحن يلو كانت موقفنا نعود طرحنا جمهورية ثانية أو ثالثة، يبدو لي بعد أن هذا ينطبق على تغييرات اللي على مستوى الدستور، ويقدر يعود هذا هو المفهوم عند الخلطة اللي هي ما هو مبرر لهم، يقدر يعود هذا هو المفهوم عندهم. إلا على نحن نعتبر بعدنا صراحة جمهورية ثالثة أو رابعة القضية ما هي مطروحة به اللي فم ما هو أهم من ذي الأمور اللي هي، ويلا نطرق ذيك الأبواب اللي ذيك اللي ظهرنا بعد أنها تؤسس لنا لدولة القانون، تؤسس لنا العدالة الاجتماعية اللي هي قد كل شو فيها ذاته، أعلنها مولي نعود حقا له نؤسس لديمقراطية حقة تمكن من تناوب سلمي على السلطة. الأمور الأخرى إن تفوت تعود فم دولة قانون، إن تعود فم عدالة اجتماعية، إنما هي فروع من الأمور من هذا، وتدخل حسب ذاك اللي ظاهر أنه اللي قد يعود ناجع، يعود اللي قد ينفع من أجل إرساء ديمقراطية حقة. وعلى كل حال يمكن نحن ملي كسياسيين على أن نقوم بدورنا ونعود تثقيفنا للمواطن، الغرض منه أساسا وبعلنا نتكامل في اللي احنا واحدين فيه، والمواطن يعرف ما له وما عليه، ونعود صراحة الخيار له في ذيك الاطروحات اللي عند كل واحد منا، ولا هو ما ندير الظهر لبعض من الامور صراحة بدنا نعود وإلى أي حتى حد يعني الآمالات الوثائق بدنا تتناقض مع هذا؟ الى اي حد. تتناقض يعني لا وثائق الاتحاد من الجمهورية مع ما أشرت إليه؟ انا اللي ظاهر لي بعلن المشكلة ما هي قضية تأسيس جمهورية ثالثة أو غيرها، والقضية ما هي إلا قراءات والله تأويلات لبعض من القضايا مطروح. المهم عندنا في القضية اللي هو بعد أن كلنا يسمح للآخر أنه عنده رأي، أما قبوله من رفضه ذاك يرتبط بذاك اللي عند الحزب، وذاك اللي ظاهر له بعد أنه زين والله ما هو زين. إياك يعود صراحة فم أولا ديمقراطية في الطرح، ثاني ما هذيك اللي فم أخذ وعطاء ما بين به اللي ما هو بعلن هذا الحزب الحزب الاتحاد من الجمهورية طرح مسألة معينة أرفضها أنا بعلي معارض، ولا هو بعلني أنا حزب معارض طرحت قضية معينة يرفضها الاتحاد من الجمهورية به اللي أنا به اللي هو من أغلبية. إحنا مش جابرين إياك يعود فم تلاقح ما بين الآراء، إحنا مش جابرين إياك نذلل ذا اللي قد يعود بيناتنا من تباعد. المهم عندنا في القضية اللي هو بعد نحاول إذا كان يعود هذا الحوار اللي هو مثمر وعلى أنه عنده معناه، هو بعد أن يؤخذ من ما عندنا ويؤخذ ما من عندهم، ويعود هذا مرد لنا كاملين اللي نقدر نخرج بها طيب لصالح أنتم شعبنا. اطلعتم لا شك على هذه الوثائق وحظيت بمستوى من النقاش والمداخلات، يعني ما الجوانب التي ترون يعني تضمنت وتتماشى مع ما ترونه ككتلة معارضة مشاركة؟ على سبيل المثال ولا نرى فيه كان الناس كاملة قرأت القضية دي بما يتعلق برموز الدولة اللي قال له العلم والنشيد، هذا طرح إلا على أن هذا تضمنته خارطة الطريق مطروح فيها بعد أن فم أحزاب سياسية فم أطراف طارحة على أن يخلق تعديل والله يخلق تغيير على مستوى العلم والله على مستوى النشيد. هذا طرح اللي متبنيه يدور يدافع عنه، واللي ما هو متبنيه والله ما هو اساسي عنده والله ظاهر له بعد انه يا الله يتجاوز الى اللي يقدر يعود اهم يقولها. على سبيل المثال الجمهوريه الثالثه، هذا الطرح عند الخلطه اللي هم مبرراتهم شنو هو بعد انهم يعتبروا بعد على سبيل المثال ما دمنا ليه نمس من بعض من مواد الدستور طبيعه الحال احنا كمعارضه عندنا طرح على سبيل المثال قضية مجد الشيوخ. احنا ذو كحزب من سنتين قلنا بعلن الشيوخ ظاهرنا بعلن ما غايتنا في غرفتين، كافينا غرفة واحدة، وبذيك المناسبة الذكية بعلن الشيوخ يلا تحل ذيك الغرفة الذكية يلا تحل. هذا طرح نحن سابق يعود طرح لا للرئيس محمد عبد العزيز ولا للاتحاد من اجل الجمهورية، معناه ان فهم تقاطع في القضية اللي هي ما هي قضية على نمدد قد تعود الجابل تشدد الأخبار، هي غير رؤية
عند مادة. فهمنا اللي قالوا على سبيل المثال قضية تجميع ما بين بعض من الهيئات اللي فيها اللي دستوري فيها اللي ما هو دستوري، إياك يعود إليه قد تعود هيئات عندها صلاحيات كافية من أجل القيام بما يكل إليها من عمل، عندها إمكانيات اللي هي تقوم بذاك اللي يكل إليها من شيء، حتى زاد ملي اقتراح على أنها تعود اللي هي تقد تخلق فيها لا مركزية، إياك يعود على المستوى الجهوي على المستوى المقاطعي اللي هي قد يعود كل فرد والله كل مواطن قاد يتصل بيها ويطرح عليها مشاكل وقضايا. هذه بعض المسائل قد نعود طرحنا فيها كمعارضة، وطرح فيها هذا اللي ينقال له بعض من الأطراف على مستوى الأغلبية وحد آراءنا، معناها أن يلا ندافع عنها، ما بيها على أنها طرح المعارضة ولا بيها على أنها طرح الأغلبية، غير به اللي طرح موضوعي طيب وإحنا يمكننا هنا نقود إليه توحدتم، فيما الوصول إليه. اختلفتم إذن؟ على سبيل اختلفنا في المأمورية، هم يطرحونها ويدافعون عنها لا وأنتم ترفضون؟ بعض من المشاركين في الحوار يطرحوا القضية اللي هي أذكر بعد المأمورية لم تتضمنها وثيقة الاتحاد من أجل الجمهورية، أذكر بعلن أكثرية أحزاب الأغلبية على الأقل ما يقولون لنا ما مع مأمورية ثالثة. معناها إيش؟ معناها على أن نقدر نعود ذلي هذه بعض من الأمور تختلفنا فيها مع الاتحاد من أجل الجمهورية على سبيل المثال. معناها على أن بالإضافة على ذلك قال له قضية الجمهورية الثالثة، ما بعض من الأطراف يعود ما هو قابلها، حتى إحنا كأحزاب معارضة فهم بعض الأمور ما متفقين عليها. على سبيل المثال هذه قضية السن، طرح حزب المعارضة يا غيري قد يعود بعض من أحزاب المعارضة ما هم معها به اللي يعتبر بعلنها ما لابد منها، إلا على أنه هذا رأي حزب ويا الله يحترم له اللي معاه يا الله يدافع عنه، واللي ما هو معاه على كل حال عنده الحق فعلا يقول عنه ما هو معاه به اللي هي ما معدل بها الأخلاق، هي القضية قضية قناعات قضية والبعض قضية يقول مبادئ. بأن يعني النقاش هنا تحول إلى شبه مقايضة، السن مقابل المأمورية، لأي حد لا لا يعني لا لا كان لا ذلك؟ ما انطرحت فيه مقايضة، هو اللي قال والله اللي سمعت أنا شخصيا من بعض من الأفراد اللي يدافع والله اللي ضد السن، هو بعلن أنه يقول بعلن ما دامت السن انطرحت وهي في المادة 26 على أنها يا الله هذا معناه أنه تفريك اللي قال المادة 26 تفريك ذاك التحصين اللي كان خارج المادة اللي هي معناها على أنه يحق للآخرين على أنهم يطرحوا المأمورية، والله حد طرح السن يا الله يطرح هذه المأمورية به اللي يعتبر البعض على أنها تعود نفس الشيء، وبعض من الناس اللي ظهر له على أنه ما هو بصفته ذي به اللي يعتبر قاب على المأمورية هي في حد ذاتها فقرة ومحصنة، أما فيما يتعلق بالسن ما هي محصنة. معناها على ان الناس تتفاوت في الفهم في القضيه وتتفاوت في الطرح، معناها انها قضيه اعتبر على انها عاديه ولا هي اكبر من جدا بكل صراحه. إذن مشاهدينا الكرام، نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود لإكمال ما تبقى من هذه الحلقة من برنامجكم ساعة حوار. فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. Thank you.
معكم من جديد في الجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم ساعة حوار، نواصل فيه النقاش مع الأستاذ محمد البربص القيادي بكتلة الوفاق الوطني. أهلا وسهلا من جديد. يعني من خلال نقاط الاتفاق والاختلاف مع الوثائق التي قدمها الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، يعني إلى أي حد يعني اتضح لديكم بأن الاتفاق يعني مجال أوسع من الاختلاف في الحوار؟ أود توضيح قضية. أنا نقول اتفاق، ما نقدر نقول اتفاق عام. اللي نقول عايز نقول احنا ذوك أحزاب في كتلة الوفاق الوطني، والله احنا كحزب قالنا المستقبل نعرفه بعد أن فهم بعض من الطرح احنا نقول نقول موافقين عليه، فهم بعض من الطرح احنا ضده. على سبيل المثال قلت قضية الهيئات اللي نختار تجميعها على سبيل المثال، فما بعض من الأمور احنا ضدها. احنا على مستوى انا في المستقبل، في المستقبل اعتبر عن هاي المجالس، المجالس شهوية. الشهويه ما عند ما بينا على ان نعضو ضدها مبدئيا، يا غير ظاهر ان بعد بينا مد اللي تتبارك معاه يا الله يعود اساسه قوي متين. ان نعود اساس المجالس الجهويه في اللا مركزيه البلديات، والبلديات مازال بناء هش، كيف نبني على بناء هش؟ على ان يا الله نقوي البلديات، يا الله نطور البلديات، نتعامل معاها من اجل ضخ فيه الروح، اياك تقوم بذاك اللي منوط بها كعمل، ونعطيها من الصلاحيات اللي هي تعود فعلا عندها شخصيتها الاعتباريه اللي اصلا صاينها القانون موجوده، واللي حتى الان مازال قاعدين منها وزاره الداخليه والولات والحكام ورؤساء المراكز. نعدل من الحاليات، نعطوه الامكانيات الكافيه واللازمه من اجل القيام بالمشاريع اللي إذا هي مشاريع. أنتم إذا ككتلة يعني دافعتم عن هذا الطرح، نحن تعتبرون المجالس المجالس البلديه الجهوية نعتبره بعد المجالس البلديه على سابقه لاوانها، على انها يا الله قبل التفكير في المجالس البلديه نفكر في جهوية. الجهوي، عفوا نفكر في تطوير وتقويه وترسيخ اللامركزيه على مستوى البلديه، وعلى ان ينعطى لهم الصلاحيات اللي يقدروا يقوموا بذاك العمل اللي منوط بهم، وعلى ان اللي التكوين البشري اللي مفصول فيه اياك يعود العمده جاد عليه، على انه هو يسير بلديات تسيير محلي ولا مركزي، الغرض منها اساسا بعد انه هو يقوم بدور الدوله في 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 اي مكان، وعلى نعود ما هو قادر يسير، وعلى والله ما عنده التكوين الكافي من التسيير ولا عنده الفهم للامور لديه، معناها علينا صراحه هذا هدر للاموال، هدر للمسؤوليات، وعلى انه صراحه تخلي لا مبرر له. لكن يعني المجالس الجهوية يعني جاءت كطرح بديل عن إلغاء مجلس الشيوخ، وأنتم تؤيدون قرار الإلغاء، لا 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 هل لا لا لا، تريدون يعني ما اظن، الإلغاء بدون بديل؟ ما اظن ان قضيه المجالس البلديه على انه طرح بديل لمجلس الشيوخ، مجلس الشيوخ غرفه لكن هي اقترحت، الرئيس حينما قال في خطابه بإلغاء يعني قرار إلغاء مجلس الشيوخ قال باقتراح مجالس جهوية موسعة بدل هذا المجلس. أنتم مع قرار الإلغاء لكن ترفضون البديل، ليس كذلك؟ نرفض البديل لأن نعتبر بأنه لا مبرر له في الوقت الحالي. لا نمانع إلى عاد في ظرف معين كذا ما يقد يرجع للمجالس البلدية بعد يعود البلديات موجودة فعلا وتعود عندها شخصيتها الاعتبارية، وعلى أن يعود عندها وجود الفعلي، وأن تعود ذيك الناس اللي مكلفة هذه البلديات اللي هي نالت من الخبرة ومن التكوين ومن المسؤولية ومن حتى القيام بالدور اللي هي تندار له، ذيك الساعة نعود نفكر في المجالس الشهوية. أما الآن نظن بأنها سابقة لأوانها، وعلى أنها ما في مبرر. وأذكر بعد أن هذه المجالس البلدية لا تحل محل مجلس الشيوخ، مجلس الشيوخ غرفة برلمانية أظهر بعد أنها قد تعود على ثقل على كاهل الدولة، وعلى أنها تعطل أحيانا بعض من الأعمال. انطلاقا من الامور اللي دايما نعود ما لا بد منها، لا سيما على انها على مستوى اولا هي خلقت من اجل على انها تعود فم محاصصه فم بعض من الناس على مستوى بريطانيا، على مستويات اخرى لا بد له من يعود عنده وجود في الدوله وعنده كلمه. هذه مساله اندثرت ولات لا تخالق، وخلقت المد اللي تغطي بها عجز معين. احنا العجز ما هو عندنا، عندنا غرفه ان قال لها النواب
وقادر تقوم بهذا العمل اللي هو أولا تسهل إجراءات القانونية اللي قد تعود صراحة الفترة لكن الحالية. محاصصة يقال إنها ليست غائبة أيضا لدينا. لا غير احنا ما لا غاية فيه، به اللي كرست ما نريد تقلب عليه، القبلية، الجهوية، المحسوبية، وبعض من الأمور ما لابد منها، معناها على أننا نقول لا ما لابد لنا منها. أما بما يتعلق بالمجالس الشهوية، المجالس الشهوية هو إشراك المواطن في تسيير أموره، ولكن عندنا البلديات حانينا نعتنوا على البلديات وتقوم بالدور اللي مراد منها، رانا عاقب بدنا نقوده، والغرض منه اساسا شنو هو؟ هو بعلن ان تعود ميزانيه الدوله قاعد تستفاد منها المجالس الجهويه، وعلى ان يعود فم سياسه اجتماعيه واقتصاديه اللي تقدر تتمكن مع ان يعود ذيك المجالس اللي ذيك قاعده توزع توزيع عادل، بدل تعود الدوله هي اللي ناظره ذيك طيب الامور هذه. أنتم يعني هل تقدمتم بأيضا وثيقة أو رؤية شاملة لما ترونه وتسعون من خلال الحوار إلى تحقيقه كما فعل الاتحاد من الجمهورية نعم وثيقتين؟ نعم تقدمنا به في البداية، تقدمنا فيه به احنا كحزب في الأيام التشاورية، ولين عندنا كتلة كان كتلة الوفاق الوطني، تقدمنا بوثيقة هي نصها فيه ذاك اللي ظاهر انه بعد انه يقدر يعود طرح عنده ما يبرره، يسوى كان على المستوى الاجتماعي، يسوى كان على المستوى السياسي، يسوى كان على المستوى الاقتصادي، يسوى كان على المستوى الدبلوماسي، يسوى كان حتى على المستوى الحقوقي، لكن وقدمنا هل فيه قدمتموها للمتحاورين كوثيقة؟ قد نعم هي تضمنتها تضمنتها لخارطة الطريق، واحنا عندنا به اللي في اطار مداخلاتنا كلها نتطرق الى ذي الوثيقه الذي ونقول محتواها، معناها على انها الغرض منها اساسا هو تقديم المتحاورين، وعلى انها تؤخذ بعين الاعتبار اللي قالها الورقه خارطة الطريق اللي موجوده، معناها على ان كلنا كحزب يعتبر بعد ان هذه هي الورقه الاساس اللي عندنا في الاطار اليوم، معناها على ان ما جاء جديد شيء. بما يتعلق بمهم الاتحاد من اجل الجمهوريه، ظهر لي بعد انهم اذا اللي قدموا في الورقه الاخيره تضمنت وما كان الا تحليل وتوضيح وتفسير لذيك الامور اللي ذكيه، فهم بعض من الامور تقولها بعض من الناس ولاو في الوثيقه على سبيل المثال المأمورية الثالثة، فمن بعض من الأمور يذكر الناس بعدها ما هو الوثيقة في الوثيقة اللي هي قضية العلم والنشيد. العلم والنشيد على سبيل المثال، معناها عن القضية قضية تاش القضية قضية إما تجاهل أحيانا والله ملي تعود الناس ما هي صايبة القراءة بعض من طيب الأمور. يعني على إعادة ذكر العلم والنشيد، البعض يعني يعتبرهما وهما في الواقع يعني يمثلان رمز وطني لهذه الدولة، يرى البعض بأنه لا ينبغي المساس به. أنتم في الكتلة هل لديكم يعني موقف موحد بهذا الخصوص؟ لأن هذه القضية اللي هي ما كانت من بين الأولويات اللي طارحين، نتفاوت رأينا يتفاوت فيه على سبيل المثال، وحينما طرحت حينما رأينا يتفاوت فيه باللي أنا سمعت زملائي على مستوى وعدلوا فيها بيان اللي هو تمام يرفض الكلام في القضية اللي هي على سبيل المثال، احنا نعتبر بعد أن هذه المدة اللي هي معها أو ضدها على أنها ما هي أكبر من قدها، ما هي على قد تفتد فيها الأخبار، الا على ان نقعد ما نتقاسم الاقتراح اللي عدله الاتحاد من اجل الجمهوريه، قضيه على ان العالم يعود فيه خط احمر من فوق ومن تحت نقعد ما نتقاسمه معاه، قضيه النشيد نقعد نعود ظاهر لنا بعد ان نختار على ان النشيد اللي هو اللي كان موجود موعظه ان ما يخسر شيء، لا تضمن بعض من الامور تذكر بعد ان نتكلم عن وطن، تذكر بعد ان مجتمع عنده اعراق شتى عنده ثقافات شتى، وعلى انه ذروه يرى يعني نعدلوا من الحاليات نعود له نقدو ذا المكسب اللي عندنا نعود له نقدو نعطوه قيمته، هذا يا غير احنا ما كان عندنا ما كانت مطروحه عندنا به نعتبره على انها مقارنه مع الملاذ اللي مطروحه مقارنه مع ما ينتظرنا من قضيه نعتبره على انها قد يعود الوقت ما هو وقته، اما على ان نعود نعتبره كمحظور ما هي قضية محظورة عندنا، أنا على حتى احنا في الكتلة به القضية ما كانت مطروحة نتفاوت في الطرح للقضية اللي هي طيب يعني شوية أنتم صارت ككتلة مطروحة. أيضا يعني أغلبكم قادم من المنتدى الوطني الديمقراطية والوحدة الذي يقاطع الحوار السياسي، انطلاقا يعني مما تقدمتم به مما نوقش من اطلاعكم حتى على ما يتبناه المنتدى، وكنتم في لحظة من اللحظات تتبنونه وتدافعون عنه،
يعني إلى أي حد حضر في النقاش؟ على سبيل المثال احنا ابرز قضية نقدر نعود نتقاسم مع المنتدى هو عدم المساس لهذه المواد اللي محصلة، هذه واحدة. ما نتقاسمه مع المنتدى هو الحياد على مستوى الإدارة. ما نتقاسمه مع المنتدى هو فعلا قبل أن نتكلم عن أي شيء إن كان لا بد لنا من إرساء دولة قانون ودولة عدالة اجتماعية. قبل أن نتكلم عن أي شيء إن كان أعلنا ظاهرا بعلن ذل ينقال له على سبيل المثال الجيش على أنه يا الله يعود يحيد عن ذل ينقال له السياسة، هذا من بين أمور أخرى عدة. معناها على أن نعتبر بعلن خارج بعض من الأمور، على سبيل المثال اللي تقد تنطرح من طرف المنتدى احنا نتقاسم معه، خارج بعض من الأمور نعتبره بعلن قد ينطرح هي غير ما فرض عليه يعود يعدل، والله ما وعدل، احنا ما نقيس الحوار، والله احنا ما نعدل، والله احنا ما نقد ننجز مسألة إلى حين نتواجد في مرحلة معينة كذا من أجل قضية معينة كذا. على سبيل المثال الحضور في اللي قال له الحكومة، الحضور في الحكومة إنين يعود الطرف الثاني رافضه، به اللي عنده أغلبية معينة كذا، وبه اللي عنده مأمورية ما زالت ما فات انتهت، احنا ما نعدل من هذه مشكلة تسبب علينا ما فرض ما نجلس حوار، ما هذا ما تسبب مشكلة بعلنا حقيقة ما نقدو ذاك اللي تقاسمنا غيرها نحاولوا بعلنا لكن نفسه يعني المنتدى يقول هكذا، يقول بأن حكومة الوفاق الوطني ليست هي كل ما يمنعه من دخول الحوار، هي نقطة من النقاط التي يرى بضرورتها ويدافع عنها، لكن لديه ممهدات تقدم بها مكتوبة يرى بضرورة يعني تقديم رد مكتوب عليها من أجل المشاركة. أنت كنت في المنتدى، كنت تدافع عن طرحه، يعني ما الذي تغير بالنسبة لك يجعله تشارك؟ بما يتعلق بقضية رد مكتوب أو غير مكتوب، القضية ما هي قضية رد مكتوب، قضية قضية التزامات، قضية الثقة المتبادلة ما بيننا احنا كأطراف. المنتدى احنا يلا احنا ماشيين في الحوار، أملنا ومبررات حضورنا في الحوار هو بعلن ذي اللي اتوافقنا عليه بعلن يطبق. افترضنا لا قدر الله اعلنا ذي اللي اتوافقنا عليه ما يطبق، القضية قضيتهم هم ما هي قضيتنا احنا. الثاني ما هذيك ملي فما مسألة معينة تتعلق بذي قالوا الحوار، هل احنا عندنا خيار؟ ما هو حوار؟ ما هو الحوار؟ نتحاور نطرح ما ذاك اللي ظاهر لنا على انه هو اللي يلا يقام به ندافع عنه. إنين تعود فم على كل حال مد دار فيه ثقة، مد توفي بعهودها بها ونعمة، كانت فم مد ما وفات بعهودها هذا راه هو ما يمنعنا بعدنا الصبح ولا النهار الثاني على ان من قد نتواجد على طاولة حوار ونجابره آملين بعد أن نتجاوز القضية اللي هي. أما على أن نعود نتفرج على ما يقام به هذا ما ظهر لنا بعد أنه صراحة به اللي عدلناها 2011 وإذا هو ما كنا عنده تقييم لذاك اللي عدل 2011 حتى بعد أن أحيانا نتبنى اللي يعدل في 2011. يعني القضية ما هي قضية، المهم هو بعلنا نحن نقوم بما في وسعنا، ندلي بآرائنا، نعمل على أساس بعلنا نكسر جليد. هذا ما علينا كمواطنين موريتانيين، ما علينا كسياسيين، ما علينا كمد ظاهر لها بعلنا هي الله تشارك في بناء الوطن الذي هو. ونعود حقيقة اللي من خطأ عليه خطأه ومن أصاب راجعين عندنا بعدنا اللي عدلنا الصواب. لكن يعني نقطة الضمانات هذه التي يتمسك بها المنتدى ويقول بضرورتها، يعني كانت مطلب لديك أيام كنت في المنتدى وكنت تدافع عنها، يعني هل أصبحت تثق لا 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 أكثر مما مضى؟ كنت من بين الناس على مستوى المنتدى اللي ظاهر بعنا يا الله لا نحاول، كنت من بين هم ذيك لا الناس. يمانعون في الحوار، إنما يقولون بضرورة تقديم ضمانات. يعني ضمان أنت على سبيل بالنسبة المثال، لك يعني على سبيل هل المثال تحقق الشرط؟ ضمانات كيفاش؟
أي ضمانات. الضمانات شنو هو؟ الالتزام. أنا شكلي عندي قضية مسألة مكتوبة، من تهرب بما عن من تهرب من ما قال إذا لا يتهرب مما كتب به. اللي احنا عندنا على سبيل المثال بعض من الأمور بيناتنا احنا كأحزاب سياسية، إنين يعود الواحد ما لكن ما دور هو مكتوب التملص منها حينما يكون يتملص يعني منها. مكتوب رسميا موقع موجودة من النسخ ليس ما كالكلام الذي هذا يدور في الشكل، الخفاء يعني. هذا الشكل، هذا الشكل. ما دمنا جابرنا وشدينا الأخبار وسمعت الناس كامل ذاك اللي تقاولنا، معناها على انه صراحة يكان مكتوب ولا غير مكتوب هذا الشكل. وراهو بقى ما مبرر عندي، ما مبرر طيب عندي هل رفض كنت الخطة تدافع، هل الكتابة. كنت تدافع عن هذا لا الرأي لا 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 داخل ما المنتدى؟ لما لقيت محاول عبد العزيز وغيره مثل ما اني لا ارى مبررا في رفضهم للكتابة، يا غير اللي نقول قومي هك عني لا ارى مبررا لرفضهم فعلا اذا ما كتب به الذي الشكل الى اقصى حد. حتى زاد هم اللي انين ريتهم مثل ما بعد اني في مرحلة معينة من الاعداد للحوارات ظهر لي اني قد يعود فم قلة جدية في بعض من الناس اللي توفت من طرفهم للحوار، يا غير زاد اللي فهم قلة جدية على مستوى نحن كنا كمنتدى في بعض من الناس في الرغبة في الحوار. ما نظن الا كان فم من يمانع على ان يخلق حوار، ومن كان طلبه هو على ان عبد العزيز يرحل حد تعود مدة تعدل المسألة معينة، والله يقول عنه ما هو مترشح حد تعود مدة كذا لتقبل الحوار. والله مولي على سبيل المثال هذا اللي قال لها كتيبة بازا انها تحل حد كذا وكذا وكذا وكذا، معناها على انه صراحه في بعض من الامور هناك اخطاء من هناك وهنالك، يا غير هذا اللي يضع وتخالك شنو هو بعلن نحن اللي ظاهرنا بعلن نختار نحاول وكان نبني موريتانيا اللي هي ان نجلس على طاوله الحوار. وراه هو خارج مساله لكن اللي دوره أنتم بهذا الطرح يعني تصبحون خطا ثالثا، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا هو بالمعارض ولا هو بالموالي، يعني ألم لا لا يعني لا ألم لا تخلعوا لا يعني لا 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 عباءة هذا المعارضة؟ انا يبدو لي بعد قالوا الخلطه عندي انك تسحب ذي الكلمه اللي ذا هي لا ما معناها تداعيا على لما ان اذا قلت قسنا حينما تقول الحوار، لا 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 اللي قاس حتى الحوار. تفهم سؤالي قبل أن نعم تطالب نعم بسحبه، نعم نعم يعني حينما تطرح طرح يحاول أن يكون محايد تقول بالخطأ هنا وبالخطأ هنا بالصواب هنا وبالصواب هنا، وتبحث يعني داخل الاثنين عن هل هذا ما يمكن معناه أن انني يوافق، لست يعني من الاغلبيه ولست من أنت ولست بهذا معارض؟ خط ثالث لا تتبنى هذا ولا ذاك. لأكون خط رابع أو خامس، هل هذا ينفي أني معارض؟ أنا معارض ولطرحه، أنا معارض وظاهر لي بعلن ذوك يخطئ وذوك يخطئ وذوك يصيب وذوك يصيب، هذا لا ينفي أني معارض. معناها على المعارضة ما هي المنتدى، والأغلبية ما هي الاتحاد من أجل الجمهورية. ما دام الأمر هكذا أنا معارض، والمعارضة ما هو الصك ينعطى الأمر عمرو والله زيد، ولا هو ولا يوقف المنتدى ويقول هذا معارض وهذا غير معارض، ولا حتى الأغلبية تقول هذا معارض ولا ما هو معارض. به اللي خط يتبناه الشخص، خط يتبناه حزب، ونحن حتى الآن معارضهم وخطنا خط معارض، ولسنا من الأغلبية ولسنا من الاتحاد من أجل الجمهورية، ولكننا لسنا من المنتدى. معناها على ان لو كنا من المنتدى نعود معه ونعود تبني ورانا كنا معاه في المنتدى، ولا نتبنى المقاطعة للحوار. به اللي منها اللي يقول يعود نزيه مع نفسه والصريح في ذاك اللي خارج يعرف مواقفنا تجاه الحوار. عندنا ما اخذنا على ذي السلطة، عندنا ما اخذنا على عبد العزيز، عندنا ما اخذنا على الاتحاد من اجل الجمهورية، يا غير ما نراوب عن هذه برارنا على ان نهربوا من الحوار. به اللي نعتبر بأننا عندنا طرح، وعلى ان الطرح اللي عندنا نقده في اطار الحوار يقبل كله وقد يقبل بعضه، وعلى ان الى قبل بعضه هذا ما معناها بعد انه نقوله لان لم يقبل الكل عندما نقابل الحوار نمشي فيه بقى. طيب من هذا أنت ترى بأن المنتدى يمانع عن الحوار؟ انا ما نختار ادخل في مواقف الاحزاب السياسيه به اللي احترمها،
اللي يلا نعود نتكلم عنه، لكن ذاك اللي أنت عيني كنت أنا في عليه. هذا الطرف، يعني كنت في هذا الطرف تتبنى طرحه. اليوم أنت خارجه تشارك في الحوار، يعني بعباءة المعارضة، يعني انطلاقا من المواقف السابقة ومما يعني اطلعت عليه من داخل المنتدى، هل ترى بأنه أنا في يمان؟ كتلة الوفاق الوطني تمام، عنده طرح عن بعض من القضايا وأنا عندي طرح، ولكن ماشيين في ذاك اللي متفقين عليه. لكن هناك على خيط مستوى ناظم، هناك المنتدى، مشترك جعلكم على يعني مستوى المنتدى، تكونون في هذه على الكتلة. مستوى المنتدى، ذاك الطرح اللي جامع ومزدومت، ما دمت في المنتدى يقعد فيه ما يمثل رأيي وفيه ما لا يمثل رأيي، يغير بقدر ما قُبل رأيي أقبل وأدافع عن رأي الآخرين. ما دمت لم أعد من المنتدى، رأي اللي منه رأيي أدافع عنه، ما هو المنتدى فحسب، أدافع عنه به لرأيي، واللي ما هو رأيي لا أدافع عنه، ما بي عنه المنتدى وأنا ما المنتدى غير به لي ما هو رأيته. معناها طيب المسافة واضحة، ما هو طيب يعني الحوار الوطني في حال انتهى إلى أي حد، يعني ترى بأنه يمكن أن يقود إلى توافق في ظل يعني مقاطعة المنتدى الوطني الديمقراطية والوحدة وبعض الأحزاب السياسية من بينها التكتل وغيرها، ألا تعتقد بأنه سيوسع هو الاختلاف أكثر من أنه سيقارب وينحو منحى التوافق؟ ذلك ما لا أرجوه. بكل صراحة أنا وحزبي وكتلتنا شين عندنا على المنتدى و تقولوا التكتل، أنا ما علمت عن التكتل خرج عن المنتدى. اللي عالم به عن التكتل عنده موقف من بعض من الأمور على مستوى المنتدى ليكن. المهم هو بعلن تكتل ومن معه من الأحزاب جمد عمليا على الأقل والمنتدى، نشاطه داخل المنتدى. والمنتدى انا اعتبر بعد انهم حضورهم في هذا الحوار كان يثري وكان مهم الى اقصى حد، وكان قاد يمكن قوة وسند ظهر ان نحن كمعارضين، ولكنه مع الاسف لم يحضر، ونأسف لقلة عدم حضوره. الا اعلنا نختار نذكرهم بعلن، نفترض ان الاغلبية لم يحاورها الا حزب المستقبل، انا اعتبر بعلن هذا حوار بين طرفين يقعدوا متناقضين حتى والله طرفين يتكاملوا في قضية معينة كذا، هذا ما يمنع بعلن هذا حوار، لا سيما بعلننا ما دمنا اعتبرنا حوار 2011 حوار وحاضرين له من المعارضة ثلاث احزاب، كيف لا نقبل بأن هذا حوار هو حاضر لما يزيد عليه 20 من أحزاب المعارضة؟ لكن السؤال هو يعني هل سيقود إلى توافق في ظل هذه نعم، المقاطعة هذه أم واحدة، سيوسع هذه هو واحدة. الاختلاف والتجارب؟ ما دام كمثال وكمقارنة، ذاك الحوار اللي خلال 2011 تبنات الأطراف وظهر لها بعض المسألة قد حول هذا اللي حوار اللي ما اللي نرجحنا، وبعد أن هذا اللي طرحنا من مسألة على مستوى هذا الحوار الذي هو لين يعود صراحة توافقي تبنات الأطراف كلها راجعين من عندنا بأن يعود، أخذ بعين الاعتبار كل تطلعات وكل طموحات ذاك الطرف اللي ما حضر في الحوار الذي هو، وعلى أنه يشوف فيه ذاته يغير مولي. لكن الطرف يعني نختار نقولهم مهما رأى ذاته في الحوار هو قاطعة نعم فيعتبره أحادي ولا يمثلك. نعم نعم هنا يا غير عجبت هنا علي اللي كنت نختار نقول هو بعد انه يعود، وان شاء الله بعد هذا ما يعود الحوار الاخير، وان شاء الله بعد يعود فم استعداد من الاطراف كلها، بعد ان كل ما دعت الضروره وكل ما اطرى استعداد الاطراف، بعد ان المده تتحاور وتعدل منها السنه، اياك تعود التجابر دائما به لكل صراحه، موريتانيا كاملين وعلن بنائها علينا كاملين، وحقيقة ما يلا يهمش من الرجال في الإطار اللي هو معناه، على أني كل صراحة أنا أعتبر بعلن ذا الحوار ينين تعود مد متمعنة أخذ بعين الاعتبار جميع الطرح إلا قضية الضمانات اللي مكتوبة، أما الأمور الأخرى كلها ظاهر أن بعلنها أهمها مطرح، ظاهر أن مولي بعلن بكل صراحة أنتم الضمانات المكتوبة تعتبرونها شكلية، يعني شخص. تدخلون هذا بثقة موقفي مطلقة. أنا، هذا موقف نحن، وده هو تدخلون الوسط. بثقة مطلقة إذن. ثقة ما هو ثقة، فم أمل، فم أمل
بعلن ذا اللي يتناول وذا اللي يوافق عليه بعلن يطبق. هذا هو املنا نحن، وهذا هو الدافع اللي وسب علينا قسنا الحوار، ولولا ذا ما نعود قسنا الحوار. اما علنا نعود عارفين بعلن هذا كذا والله هذا كذا، يقول كنا حقيقة أولياء نعود قام ما افتر نفسي صراحة يتعلق بالأمور اللي هي نعود عارفين ذاك اللي يخلي غير ظاهر لي بعد أن ذي اللي تداولنا مع هذه الخلطة اللي هي، وذي اللي تداولنا مع الرئيس اللي هو رئيس ذي الدولة اللي هي، وذي اللي تداولنا مع ذي الناس اللي مشرف على الحوار اللي هو، ظاهرنا بعد أن فهم جدية، وذيك الجدية هي اللي بصيص اللي على أساسه مشينا في الأمور اللي هي وراجين بعد أنه صراحة لا نعود ما اللي هي ما هو اللي يخيب آماننا في القضايا اللي يعني الطرف المقاطع مثلا في المنتدى والتكتل وغيرهما، يعني يرى رغم أنه ينادي بالحوار السياسي وينادي بالضمانات من أجل دخول هذا الحوار، هو يرى بضرورة الحوار انطلاقا من أن هناك ما يعتبرها أزمات سياسية اجتماعية اقتصادية خانقة تعاني منها البلاد. أنتم ككتلة معارضة هل دخلتم من هذا الباب؟ هل تتفقون معهم بوجود هذه الأزمات وتسعون إلى الحوار من أجل تجاوزها؟ أم أن هناك أهداف أخرى غير هذه؟ كنا وما زلنا نقول أن هناك أزمة سياسية اجتماعية اقتصادية حقوقية، حتى علم أزمة ثقة. غير هذا لن يتأتى لنا تجاوز ظاهرا إلا بالحوار، وراجين بعد أن نعود هذه الفرصة اللي هي فرصة الحوار اللي هو على أنها اللي تقدر تمكننا من تجاوز هذه الأزمة اللي هي نعرفوا بعلن الكمال اللامولان والتمام اللالو، يعني على الأقل نعود لنقد نوصل إلى ما يمكن علينا نعود نحلحل بعض المشاكل اللي مطروحة، وعلينا نعود نتوق إلى ما هو أحسن لهذه موريتانيا، ما هو أحسن كسياسيين، نتداول بعض القضايا، والله عندنا طرح ظاهر أن بعد صراحة إذا أعطانا إلى أن نتقارب في وجهات النظر الذي بيمكن بعد نصل إلى ما نصل إليه، وذاك اللي بده يحقق الرفاهية والطمأنينة والأمن للمواطنين. يعني تبدو هذه مشتركات، لكن في الجانب السياسي مثلا ما وجه الأزمة بالنسبة لكم القائمة؟ الجانب السياسي على سبيل المثال احنا نعتبره بعد انه صراحة هذا مثلا إدارة الظهر لبعض البعض، وفي الوقت اللي احنا يا الله نعود وجهين لعملة واحدة معارضة وأغلبية، احنا اللي ندور بناء مهتم، احنا اللي ندور تناوب على مستوى السلطة اللي طبيعة الحال الدور مرة ذاك هو اللي عنده أغلبية ومرة ذاك هو اللي عنده الأغلبية. يعني من رأيك كان هذا مبرر لإدارة الظهر بيناتنا؟ من رأيك كان هذا مبرر لهذا الجدال والخصومة والأمور اللي تجاوزت السياسة إلى الشخصنة؟ والله اللي بعده ما عنده مبرر. معناها على أن طيب السيد الرئيس وقتنا انتهى، لكن انطلاقا من يعني هذه المشتركات، أنتم تدخلون انطلاقا من أن هناك أزمات سياسية اقتصادية اجتماعية حقوقية كما ذكرت، يعني انطلاقا من الجو العام للنقاش، لا أي حد يسير باتجاه حلحلة هذه الأزمات ومستوى تبني الطرف الآخر لك أنا بإيجاز وقفته. ظاهر لي بعد أن حد سمع بعض من المداخلات بعض من الخلطة الأغلبية ذم تبني حتى البعض من طرح هذه الناس اللي أرسلوا معرض، حد اسمع بعض المداخلات خليني عنك بذاك اللي بعده ما متفقين عليه، والله ذاك اللي قد يعود هاجس عند ذوك الخلطه اللي ذوكم من اجل تنعات مسائل معينه كذا، ذا اللي ينقال له بعض من القضايا الاساسيه على مستوى الوحده الوطنيه على مستوى يعني النقاش بشكل عام يسير في اتجاه ظاهر يعني لي هذه بعد انه النقاط. بكل صراحه يسير الى الاحسن بقضيه التمييز الايجابي، أي تطرح المعارضة يطرحوها على سبيل المثال تسير إذن باتجاه حلحلة الأزمة. إذن إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه الحلقة من برنامجكم ساعة حوار، باسمكم جميعا نشكر ضيفنا القيادي لكتلة الوفاق الوطني الرئيس الوزير السابق الأستاذ محمد يريد الغصن. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على المتابعة، إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى قادمة، لكم تحيانا جميعا، السلام عليكم.